الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. سورة الذاريات الآية رقم 50. إذا خاف الإنسان من شيء فر منه، وإذا خاف من الله تقرب إليه. نخاف من المرض فنفر من المرض إلى الصحة، نخاف من الكفر فنفر إلى الإيمان، نخاف من الحر فنفر إلى الظل. فالإنسان إذا خاف من شيء فر منه، وإذا خاف من الله تقرب إليه. ففروا إلى الله، يكون فرارنا إلى الله من خلال الفرار من الشرك والكفر إلى نور الإيمان واليقين. وقد قال ربنا في آية القرآن كما في سورة البقرة الآية 256: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ونفر من المعصية إلى التوبة، والله ينادي المسرفين في المعاصي وفي اجتراح السيئات إلى الإنابة والتوبة النصوح إلى الله. قال الله جل جلاله في سورة الزمر في الآية 53: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويدعون الله عز وجل إلى الفرار من الغفلة إلى اليقظة، فيقول في سورة الأعراف الآية 205: ولا تكن من الغافلين. ويدعون الله عز وجل إلى الفرار من الكسل إلى العمل بقوله في سورة التوبة الآية 105: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. وتستمر رحلة الفرار إلى الله، ففروا إلى الله، من خلال الفرار من تبديد الأوقات وتضييع الطاقات إلى الإكثار من الخيرات والصالحات. وقد أمرنا ربنا في عديد الآيات كما في سورة البقرة الآية 148: فاستبقوا الخيرات. وتكررت الآية في سورة المائدة الآية 48:
فاستبقوا الخيرات. وفي سورة آل عمران الآية 133 سارعوا وسارعوا قراءتان إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها في سورة الحديد سابقوا عرضها كعرض السماء والأرض، وفي سورة آل عمران عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذن أمرنا بالفرار من تبديد الأوقات وتضييع الطاقات وتمزيق العلاقات إلى الإكثار من الباقيات الصالحات ومن الخيرات. وتأتي آية جامعة في سورة الحج الآية 77 وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ودعانا الله عز وجل إلى الفرار من الكسل إلى العمل، فقال في سورة التوبة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ودعانا إلى الفرار أيضا من الرياء إلى الإخلاص، فقال في سورة الأنعام الآية 162 قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ودعانا أخيرا من الفرار من قدر الله إلى قدر الله، كما قال عمر الفاروق لأمين الأمة أبي عبيدة عامر بن الجراح في أمر الطاعون قال له لو غيرك قالها نفر من قدر الله إلى قدر الله. فنجعل فرارنا باتخاذ الأسباب فنفر من أسباب المرض إلى أسباب الصحة والسلامة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم ارفع جميع الأوبئة عن البشرية قاطبة، اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. استووا واستقيموا ارحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله